توصل المرأة الحامل بالحرص على تناول ما يكفيها من فيتامين د من المصادر الغذائية خلال فترة الحمل، وذلك للحفاظ على صحة الأم ولضمان نمو الطفل بشكل سليم. بعض الفوائد التي تحصل عليها الأم الحامل والجنين من تناول فيتامين د أثناء الحمل: تعزيز قوة العظام والأسنان، وذلك عن طريق تنظيم كميات الكالسيوم والفوسفور في الجسم، إذ أن هذان العنصران مهمان للحفاظ على العظام والأسنان والعضلات بصحة جيدة. ومن الجدير بالذكر أن التعرض لأشعة الشمس لا يكون كافيا دائما، ولذلك يتم تدعيم حليب الأطفال وجميع أنواع الحليب بفيتامين د، كما يمكن للأم الحامل الحصول عليه من الأغذية المدعمة أو من المصادر الأخرى أو من خلال المكملات الغذائية، ولكن بعد استشارة الطبيب. تقليل خطر الإصابة بتسمم الحمل: قد يساهم تناول فيتامين د في التقليل من خطر الإصابة بأعراض ما قبل تسمم الحمل وانخفاض وزن المولود والولادة المبكرة. وقد أشارت مراجعة لـ30 دراسة نشرت في مجلة كوشرين داتا باز، وهذا في عام 2019، وشملت 7033 امرأة، أن استهلاك النساء الحوامل لمكملات فيتامين د وحدها قد يقلل من خطر الإصابة بسكر الحمل ومرحلة ما قبل تسمم الحمل ونزيف ما بعد الولادة، إلا أن تأثيره في تقليل خطر الولادة المبكرة لم يكن كبيرا بالمقارنة مع النساء اللواتي لم يتناولن مكملات فيتامين د، كما قلت أعراض ما قبل تسمم الحمل عند استهلاك مكملات فيتامين د مع الكالسيوم، لكنه زاد من احتمال خطر حدوث الولادة المبكرة. المساعدة على عملية الولادة: فأشارت مراجعة نشرت في مجلة أوبج ماناجيمنت عام 2011 أن لفيتامين د دورا مهما في الولادة، وذلك بسبب وجود مستقبلات لفيتامين د في عضلة الرحم تؤثر في قوة انقباضه خلال الولادة، كما قد يكون هناك مجموعة من المستقبلات في المشيمة، إلا أن الأبحاث ما زالت قائمة لمعرفة دورها، كما أنه يحسن من عمل جهاز المناعة، الأمر الذي يساعد على تقليل خطر إصابة المرأة الحامل بالعدوى. المساعدة على التطور العقلي للطفل: فيساعد فيتامين د على التطور العقلي والحركي للطفل، وهذا عند استهلاك الأم كميات كافية من فيتامين د أثناء فترة الحمل. وقد أشارت دراسة رصدية قائمة على الملاحظة ونشرت في مجلة بيدياتريكس عام 2012 إلى أن ارتفاع مستويات فيتامين د عند الأمهات يرتبط بتحسن النمو العقلي والحركي للأطفال الرضع، وتحتاج الحامل من عمر 14 إلى 50 عام إلى 600 وحدة دولية من فيتامين د يوميا. وتقدر الإشارة إلى أن الحد الأعلى المسموح به من فيتامين د للنساء الحوامل هو 4000 وحدة دولية، ويعد نقص فيتامين د شائعا خلال الحمل، ولهذا النقص مجموعة من الأسباب مثل عدم الحصول على كمية كافية من فيتامين د من الغذاء أو سوء امتصاصه في الجسم أو عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس أو عدم قدرة الكبد أو الكلى على تحويل فيتامين د من شكله غير النشط إلى الشكل النشط، أو تناول بعض أنواع الأدوية التي تتعارض مع امتصاص فيتامين د.